قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن صرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن اليوم بمنطقة القعدة دوار تيمام العنصر، مع المجاهد بشار بن حسين الذي نتشرف به في قناة الشخفة تي في ليدلو لنا بدلوه على معركة وقعت هنا في المنطقة. فليتفضل مشكور. لكن جينا خرجنا منه، نو في ثلاثة خرجنا منه، وجينا طلعنا منه لاهي للدرع، شفنا ما كانش. حنا وجينا باش نديرو البومبا هنا، العسكري يجي يعس هنا، يعس على الكونفود، يطلع للمحركة. واش من عام من حسين؟ 3 سبتمبر 1961. 3 سبتمبر 1961. كمل من حسين. تفضل. جينا خرجنا لاهي للدرع، ما لقيناش لاطراس، جينا طلعنا للدير هادون هنا، وروحنا البلاصة وبتينا 4:30 كانت الكونفا هابطة. اشحال كنتو هنايا؟ ها؟ اشحال كنتو هنايا نتوما؟ هو في ثلاثة. شكون اللي كانوا معاك؟ بوشرين ابراهيم وزوي الشاهد، زوي صالح المدوالي. المدوالي. البلندي يقولوا. كي طلعت 17 نصرا في عمري. ايه. مات. ويعني ولو كنا حبسنا وريت الجماعة بلاصة هذه منين أول عملية، أول عملية منين حبسوا الجماعة معي. تسمى أول عملية ديالي. كان بطون نشوفوه ان شاء الله. ان شاء الله كان بطون نشوفوه. بارك الله فيك عمي حسين، بارك الله فيك، صحيت عمي حسين. استكمال للواقع ناخذ عمي حسين معنا في طريقنا الى منطقه العمليه. فليتفضل عمي حسين. لازم نخرجونا حتى العسكر يخرج منا. شفنا لاطراس ما لقيناهش هنا، تسمى رحنا هنا مشينا من البلاصه هذه منين يعس هو باش نحطوا له الميناء. تما جيتو تما هي ما كانش لاطراس؟ ما كانش تما، ما كان ما عداش ما كانش تما. نخدموا بغرضنا تما مرتاحين. مرتاحين. العسكر منين كان يجي عمي حسين؟ منين كان يجي؟ منا من العنصر. يجي منا من العنصر. هذه الطريقة هذه؟ الطريقة هذه خرجنا ويجي. هذه حلبيست هذه؟ حين ما تخدموها هي الجبانة لو كل قدام. كانت الجبانة قدام؟ لا لا دوك هي الجبانة. وبكري كانت الطريق ديال العسكر؟ أنا مشي هذه الطريق. واش الدور تاعهم كان بكري في التورة؟ هذو العملية في العملية. هذو هو الدير هذو كان كيجي العسكر يعس فيه. العسكر تاع فرنسا يعس فيه. يعس فيه. يعس فيه. يعس فيه. يعس فيه. واش من عام عمي حسين؟ ستين وجي وما العسكري عاش هنايا. ماشي دوك هو عاش على الكونفا كيطلع. كيطلع يحكم لا كريطاس هادو باه ما باش ما يقيسوهمش. هادي كانت من الاول وكانوا ما فاسينش ولا فسدوا. هادي تاع تاع شي هادي دي الصوره. تاع الصوره هادي؟ تاع الصوره هذا وزاد بن عبد. Thank you.
ما جبتش نص بلاضره. بلاضره بقى نحطوها على الخير. واش درتو؟ هذه نورمالمون سينو نحكيوها هنا منين صرات. ها حكي لنا دوك عمي حسين كيفاش كنتو هابطين دوك هذاك هابطين؟ هكذا هابطين كيما رانا. كنتو تجريو الوقت هذاك كنتو تجريو. ماشي للمشيه هذه. تجريو. اه ماشي للمشيه هذه. سان في عمرو في 21 سنة. الله يبارك. بين الجسادي 21 ودروك 84 سنة ماشي. دوك عمي حسين كيهبط دوك من ناخي كتفكر الواقع هذاك تفكرها. كيف ما تفكرهاش؟ كيف كتحس دوك عمي حسين؟ شوف تكادي فادي تكدفتها في الصورة. تفكرها. الله يبارك. هذا اللي يقول لك هذا اللي يقول لك والله غير ونسيت. ايه ما ينساش. ما كانش منها. والله لو كان بارك الله قلت ما نحكي لك. بارك الله فيك عمي حسين ربي يسترك. والله العظيم مشينا. والله غير ركضت ونومت وانا وقت هكذا قالوا استنى نشوفه والله ركضت ونومت وانا واقف. ها هي كل مولاها هادو تاع بودريا بودريا ومقران تما كانوا يسكنوا هنايا ودو يسكنوا بكري فكتو قدام الصور يسكنوا هنا مي في التران ناضو ناضو هربوا ناضو ناضو وعاوهم الجهادي من هنا الاربع يقولوا لها تسمى وهادي زون انتيردي واحد ما غير العسكر فيها ما كانش ما كان حتى واحد. احنا الان في القاعدة منطقة سيدي حمزة المنطقة التي استشهد فيها الشهيد زواوي احمد صالح المذعو البلندي والذي استشهد بانفجار قنبلة فيه وكان احد زملائه في تلك الحادثة عمي حسين الذي يحكي لنا كيف وقعت الواقعة من بدايتها الى نهايتها فليتفضل مشكور تفضل عمي حسين. احنا كنا مصورين في ولاد مسعودة. بحال اللي فين جاي مسعودة هذه؟ فين جاي؟ بنفسح. بلدية بوراوي. كنا سم جينا خير احنا خاطر كل واحد يمشي في جهة. انتوما في شحال؟ احنا نحن كانت الفيركة، الفيركة المسؤول تاعنا بوطين عمار. بوطين عمار. واستشهد. جينا انا وابراهيم، احنا نعرفوا المنطقة، انا وزواوي منا، احنا من الدوار هذا. وابراهيم معنا هاو من هاو، تا هو معنا، جينا. جينا في ثلاثة بيسنا في بونصر بونصر هاو مكابلنا من هاو بيسنا سم الصباح نوضنا ما كان والو شفنا كان عمي حسين نروحوا ليه شفنا بونصر بعيد هنا هاو من بيعو بعيد هاو منا تشوفوا في بونصر وجينا خرجنا لاهي البني حبيبي كان واحد ديالنا سم روحنا لعندهم ما جاش وجينا في الليل جينا بيسنا هنا تحت بلوطة بيسنا سم والصباح طلع النهار ما كان والو الدنيا لوسا جينا طلعنا من سم طلعنا على اللوطا طلعنا على بوربيع عندنا ديالنا في الدور دي سي المام خرجنا لشاون من شاون الكنيشة وجينا خرجنا منين كنت كولورو البياط قلت كون حيا الله الهندي كنا يا ماكر خرجنا منين صورسو للكعدة خرجنا لسم هذاك الكولورو الكاف مولكا في كولولو هما منين خرجنا لا كريطا منين كشفنا وجينا الدرا لاهي هذا هو سيدي حمزه كي جينا لاهي هاي البلاصه نتاع البومبا كنت انا مكتيها هكذا على يدي هذا مكتيها هكذا على يدي هذا عطاني المكحله ديالو والمكحله ديالي مكتيها هكذا وواحد الشميسه خرجت منا تاكل لو تروسي بطنبر يعني تاكل وعد الشمس تحرك
هو هنا حفر كانت حدي سنة وهذه كانت سنة وما يقعدوا هنا، وكانت البلاصة هذه شوية فيها الغبرة، كيحفر نحاها الحشيشة نحاها كيحط البلانشة. قلت له لا مازال زيت تغمك علاه، كيسكر ريح لكريت كيدير البحرية هذاك يعريها التراب خفيفة، زادوا لا يحفر. إبراهيم ربي يرحمه منا منا كيعطى هذاك الكاغد دي الدخان ولا دي الشيكولا دي يبرك ويدير لاماس، كيما لو الزوج لو سما هكذا مع بعضهم وطلقهم. زاد كيما عطاه ابراهيم ودار هكذا. انا وديجا كيبدا يدير فيها خضر يقولوا لنا كيبدا يركب فيها واحد ما تقعدوش مع بعضكم، هاي سدينا. هزيت انا المكحله ديالي وديالو ودرت انا تحت الزيتونة هذه هنا وقفت انا وشوف هكذا. وواحد وجا معنا وبطل الديار ديال ميسكنو هنا لتحت. كي ناط البومبا مازالش جا عندنا، ناط هذيك البومبا وراحت منا، دارت منا يعني هكذا في بعض دخانها في بعضها وروحت. شوف ضربتو منا لاحي كيما السيد هنا، كلبتو هكذا على على ظهرو. يدي هادو منا ما كانش لما الكسب نحيلو الساعه، يدي هادو من البكابط والله ما يسهروا. حد ضربه هنا هادي مفكوكه، حد ضربه هنا. شوف النفس الشامبريير كي تصوتو وتحكمو بحال برا، النفس يخرج على كل جهه. هذيك الكرطوشه اللي بمحزم على اربعه وفيها غروناطه، الرزمة ما قاسهاش، هادو كلها مكرطات تكريت. درت انا فكيتو كيفاش راني ندير له ذاك الراجل مبليسي وهذاك، وكيما دار هادي حكمتو هنا حكمتو بالحجر وهذاك او حمر بالدم. دروك سلت مكاحل والراجل مبليسي منا هبطت انا منا هبطت له البناط. البناط كان شوف السمش كيما طاحت في هذاك، نجبد المشوار هكذا في الماء نحطو نغسلو هكذا وجبد له الحجر. وكان حي كان حي، ديتو منا حتى الولاد مسعود حي وتهمات هنا هنا سرا ظهرك. لا نمشي فيه انا سلت مكاهل دروك وسيد مبليسي روح فكها انت. صاحبك تروزي من راه؟ ها صاحبك تروزي من راه؟ حي وخلينا هنا خليتو هنايا في البلاصه. هو في البلاصه ولا قلت لك النفس على قد جاي يخرج. هادو مكابط حبه هادي صدرهم مفكوكه، حد ضربه هنا حد ضربه هنا مفكوك خلاص. اي البومبا كلش فيه كلش فيه. كي ناس كي ضربت هو كان مبوزي عليها هكذا وكان سمين هذاك اللوكس هذاك صحيح كان صحيح الله والله دلغول ونتاع الفنطروا والله ضربتو منا لاهي هنا انا كلبتو هكذا على عين طارو النفس على كل جهه يخرج. الشامبريير ديك الشامبر والله كيما صوتو صوتو تحكم بالحمر هكذا كيخرج النفس. ما لا ديتو منا بطنا البناط كان السمش على هذاك. انا ديتو الحجر هذاك ونجبد له فيه غير الحجر من اللي زيكلات ما كاسوش وطلعتو من سم منا لاخرات السامدين وروحت به من سم. خرجت لتازا على سرسو لتازا وبالخوف ثاني راجل مبليسي وثلث مكاحل وروح فكا ود بنادم يعني هبط لحقت على التسعة لحقت للمركز. قلت لهم البلاندي الله يرحم استشهد، قالوا لي غدوة زيدنا الجروب ديالنا عندنا واحد الجروب وزادنا جروب كان معنا بو علي والحسين ربي يرحمه. كان من بو علي والحسين؟ من عندنا من سيلمة. سيلمة ايه هو منا الاصل ديالو بن عيشه بصح منا مجاهد 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 من المجاهدين. جابوه معنا وزينا جبنا سيكسيون وجينا خرجنا كيما صورنا الهند من هذيك دي الزيتون. قلت لهم شوف دروك كي لحقوا لاهي نطلعوا هكذا دي خرج للدرع قدامك في الدرع ضرب. جينا طلعنا لاهي واحد الظلمه كنا حنا ودوكا وداير عليها بسكات. جينا لاهي وين فين؟ قلت لهم هما شعل لا ضو ولا شيء فين البلاصه؟ قلت لهم هنا خير طلعت 11 ديالي وحنا هنا ما كانش. هي ولينا هبطنا منا ما لقيتوهش ما كايناش هبطنا منا وهبطنا لاهي بروحنا لبونصر بيت في بونصر هذا وكان زان فيه كبير هذا بونصر مشهور. واللي خرجنا لقينا المجاهد مولي من الدار ربي يرحمه بو الشعر بالقاسم الله يرحمه لقيناه جاي من الدار. كاش ديوا كنا له هكذا قال لنا راحوا لفامي الحسين ان ماسو باخي مازال حي بن عمسي او مازال حي او في الجزائر. جاو معاهم جاو في ثلاثه هزوه منا في هذاك وداو لاهي ها وهنا ورانا تحت الشعبه حطوه في هذاك ديال الماء منين تيمشي الماء حطوه تما وردموا عليه كيردموا عليه
تسمى جات المطره ديال الخريف في 62 تجران جبدوهم ولا ما يصفر باش داتو الفيضه. هذه هي القصه تاع زدنا ولينا حنا من نسملو البوصبه زدنا ولينا الاولاد مسعوده منين مركزين الله يرحم. تسمى ماشي سهله والله ما والله ما سهله ما سهلاش. يعطيك سهله. شكرا جزيلا ربي يستركم ربي يرحم الشهداء. دا الحسين شوف رغم الحصار اللي كان اسم فرنسا بالطيارات عمليه الاتصال كيفاش كانت تم يعني وكيفاش كيتصلوا بعضكم كيفاش كيتفكوا الحصار هذه اللي حبيت دوك دارت الكاديواره كلها دارت الكواره هذه ماشي واره. الاتصالات كانت تمشي صح ماشي كيكون مثلا الحصار في مزيار هذا زيار مكابلنا كل حصار على زيار يفكوا عليه لو كان يكون مضرور يفكوا عليه وديما ولو كان يكون منا يفكوا عليه وديما ديما ديما الاتصالات كاينه وديما على بالنا فين يكون هذا وفين يولي الاتصال اذا خططت هذيك قولوا انا تاع الجنيران تاع بوسليونا هذيك اذا كان تراصات راح دير الاتصال في الاطراس هذاك اللي دار الصوت. هذا هو السؤال ديالك. اتصالات. وكيف كنت تحصلون على المؤن؟ المؤونه كما يقولوا الماكله كيف تجيكم وكيفاش السلاح مثلا كيفاش باش يوصلوا لكم والحصار كاين مضروب علينا يعني يقدروا باش يوصلوا لكم. الاول كان يوصل من تونس صح 27 من بعد لا داروا لا بعد اسمها قد رحت حتى للحدود. أو رحت أنا حتى للحدود. الله يبارك. حنا حتى للحدود بصح بعض اللي داروا داروا على الانشار خاطر لا الانشار لا للموريس ماشي بعض بعضهم بصح فيه ضجه صح ماشي وشي اللي كيوري لكم ويشوف هذيك لاسي زي تاكل كاينه منها انا شفتها بهاد العين ماشي قالوا لي ماشي شفتها بعيني هو يحط كي تكشف عادوا يحفروا تحتو يحفروا الحفير تحت هذاك وجابوا السلاح راح سيبوا زاد في جاب بزاف راحوا جاب مستجاب راحوا جابوا كفيلة اللي راح جاب الجندي يهزوا السلاح السلاحة دي صغار دي كبيرة يهزوا وحدة وجابوهم وعاد 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 الصورة تسلح روحها بروحها من دي فرنسا ضربان تاع بولكشر داو 50 سلاحة هنا في هنا ضربان تاع الرميلة 11 سلاحة وروح ساعة ساعة وتصرى سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ضابط في الجيش الاحتلال الفرنسي عثر على كسرى في جوب بعد الشهاده ويروي قدمها للعسكر ديالو قال لهم بهذا الكسرى يحاربون انا لو جيت نملك جيش من هؤلاء لكنت نغزى العالم وننتصر. بسم الله عمي حسين تاريخ ومكان الميلاد ديالك 14 39. فين خلقت؟ في دوار سيد المام العنصر بلدية العنصر. عمي حسين وقتها بدا النشاط تاعك المسلم؟ بدا سنة 56. كيف بديت النشاط المسلم؟ كان واحد 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 الشاهد كان جاري عبود محمود أول شاهد شدنا في ولاد سليمان عبود محمود هو اللي أنا كنت صغير عليه على خطوة تاع الفرنسيس وأنا 39 شاب صغير مي ننشط معاهم هو ديما هو قال هاي كيفاه هاي كيفاه هاي كيفاه وعادوا جينا ريبو هنا القنطرة هنا يريبو طريق ولا ما حبوا يخليوني على رسامنا ما حبوش يخليوني قالوا لي صغير تسمى دارت المصير بصح عندي دات ماشي هاي أنا صحيت بس من ثم دخلت معاه كان بوكريو ثاني الشاهد بوكريو البشير ثاني الجاري هذوك هما اللي هما اللي يحفزوك باش يغيروك ولا تغير ولا تغير والله تغير. صبحنا في 56 اول عمليه وديرناها كما حبسوا ما يعرف هذا صالح حنان او قلت له هاي الزنا هذه كيف كانت سيطره هو بلوط مازاليش كاين الطبيب طالعين به حال مرادي تايكون ديال المارابو تايكون الكابيتال رسول الوقت هذاك
حنا كنا في دوريه برك ماشي وانا اول عمليات انا صغير عليهم كان هذا نتاع الفاند وهذا البلاندي نتاع الفونتر وكان ابراهيم بوشريم نتاع الفان 5 او بالكل على بالي بالعمر ديالهم. ثم جينا في دوريه برك ماشي باش جينا باه نديروا العمليه ولا شيء تسمنا لي فطراك وهذيك الكارت فطراك ذاك فاس فطراك جات له هي ترى ولينا ولينا كما وكما جينا حبسوا ثم طلعتوا قدام وما نحبسوا معي كما ركبت انا كانوا تما وكوت الماء قالوا خليت انا نولي كوت الماء هو بلوط هذاك الزنا يطاح والبلوط اللي من طاح ودمت كما هذيك هو العمليه ديالي في 56. الله يسعدكم اللي كان معكم في الاخر خايب ديكم بزاف. شوف كان بابا عمار ربي يرحمه العلال هو الشهيد هذا مجاهد كان بولويكا شهيد محمد بولويكا مشيت معه وانا صغير والله ما يصفرني ما يقبلنيش مشي معه والله ماشي نفخ لك دروك. كان كملت مع بوسلام هذا محمد بوسلام خرج من الميليه وما خرج السرجان بابا المدعو يقولوا له سيداني الباشي المدعو السرجان بابا كاين الكابران محمد هو خيري محمد المدعو الكابران كاين هذا بوجمع ميلس قولوا السرجان ميلس هذو هربوا من العسكر 55 خرجوا من الميلية ولاباس بهم ما عليهمش على بالك تولي والدي مشينا مع بوسلام مع هو بوسلام محمد بصح يقولوا له معروف محمد معروف مشيت مع بوطين عمار شاهد ولادو ما تبداش كتعرفهم مي حسين كاين بعض مي حسين كاين بعض الاحداث في وقت الصوره كاين التاريخ ما ذكرهاش تقدر تذكر لنا بعض الاحداث اللي التاريخ ما ذكرهاش وقعت هنايا خلاص بها هنايا في الشقفه في الميليه في سلاب نازيس في النار كاين حوايج صراو وتشفى عليهم انت مثلا معركة مثلا نحلى بسكات مثلا نحلى خرصة بسكات يداروا في سيدي عبد العزيز وشت في سعد داروا البركة في الدورة دي جناع قد كده وسمى نص بسكات واش من عام هذا اللي حسن؟ هذه 56 56 داروا البركة بركة فين داروا دخل الجناح الجناح هاي في الدورة بعد استشهد فيها سعد جحا سعد جحا منين؟ من بني حبيبي هو من جمعة من جمعة الله يرحم والاخرين شحال ماتوا؟ وادي العطر الله ما انا ما نقدرش نقول لك ديك انا نسمع مي يقول لك او مات 20 من هذه سمع على بالك شحال هادي والله ما القائد تاع العمليه كان البركه البركه داخليه مخسر زيد امي حسين حياه كاين شي ما تعرف في حاجه ولا كاين كل اللي يحكي لنا على شال كيف دار فيكم احكي لنا على شال كيف دار شال احكي لنا على شال يا خويا كيف جا شال ما سمعت انا حتى واحد يحكي عليه ما سمعت حتى واحد كيف قال لك داروا دير وقتاش جا شال الله يحسن في 59 الحكم درنا حنا صلاه ال صافي بالحكم هنايا 59 60 61 راه يعني او كليل يقول لك كنت كذا وكذا يقول لك والله غدوه كون حنا وحبه اذا كان الكيس الاخ معك عطاك لك الساعه عطيه الساعه لو يقول لك غدوه لو كان حنا وحبه وبالفعل شال صح شوف كيف دلم كلم هما ما مكشيينش ما مسلحينش ما موكلينش كيف لازم ديروا كما يديروا هما ملكيه هذا صاير شوف دارت لنا البسيسه البسيسه معك مسكره ملحه زيت معك كي تردي الزيت معك هالكار فيه تحط الزيت فيه طبخ كي تحشر تاكل ما تولي في المركز لا شيء شوف نقعدوا دروك وقعدنا هنا في الريش كي تنوض كل واحد يدير بلاصتو هكذا مسحها ما يخليهاش ها هو يلقى الاطراس كنا بكرينا نفرشوها نحيو الغابة نفرش ممنوع تغسل الصابون في الواد ممنوع لا ما تخليش الرغوة هذيك خليها تروح ما تخليهاش او يجي كل كا وكانوا هنا ما يلي الاطراس يمشي الاخر يمشي بحال يربط حفري وراه صحيت ويمشي وراه هذه هي اللي تحكي ما سكت احكي لنا مي حسين احكي لنا تفضل مي حسين احكي لنا احنا جايين نسمع انا والله ما عمري سمعت واحد يحكي لنا احكي لنا مي حسين تفضل نحكي لك حيت نحكي لك سمعت ولا سمعت ضربت بلا بالم ضربت بكلش فين ضربت؟ ضربت هنا في الروشي هنا بنفسه 28 فيفري 60 28 فيفري 60 معركه دي في الروشي شكون اللي شارك فيها تما؟ شارك فيها
استشهدوا فيها بولويكا وأحمد كنيدرة والحسين رزاك بلوط محمد الرابع هادف. اللهم صل بلك الله أو كانوا مسجلين عندي وش ودي في دماغي ما مي تبليس رابح طيار وعبد الله بود الراعي ربي يرحمه مع الماسو هذو في المعركة وبلا وبادك وبلا بالم والله الحجر كلاسو يرغي يتسرغي كلاسو سمعت يضرب جاو يطلعوا يضربوا كما هذوك حاكمين الروشي ما كدروش ولا جاو هذوك الطيارات تاع لابو يطلق بلا بالم بلا بالم يطلق ولا لا الحجر تاكلو الحجر ضربوا بلا بالم بلا بالم ضربت والله ضربت بلا بالم عاودوا يدير المينا يدير المينا في زريه هادو اللي قديم منين مشيو ولد صغيرين كان يديرهم هاك كيسم بعدو كيسم منا صنود المينا عاد هاشم يسمع الديب والحلوفي يكيسم الكام عاد يديرها لازم لهنا هنا كيس هنا باصنود وما تشوفهاش يديرها اللف واللف اللي تمشي كيس مشي يديرها لك تصيب روحك وبزاف دي ناس فيه من المينا احكي لنا شكون ناس فيه من المينا اللي تعرفهم بزاف دوك اللي نعرفهم الله ما شاب دي كان في السلسله يجي بزرا من ميلاوي يجي منها على خرات وهذاك خالي ولا في تما تمنات فيه المينا بزاف دي ناس فيه تما شارك جا شار دار ايش شار ايه او دار هذيك وحديها سمعت هادو المركز على بالك الكيه واش دارت كانت الفيركه فيها 35 و 22 ولا 12 ولا 4 5 ويقول لك ما تضربش حتى في جنبه في جنبه خطره هما على بالك لو يتخلو شيء ينوضوا بحال هاي قوه كبيره وعدو حنا كنا في هذا منين رايحين لبني فرسادي ولا دامران فرسادي سيمه هذاك طرو الكومبانيه كامله حكمت سمو حنا حنا من الوادي ديال السيافنا مركزين سم جا العربي درويش ربي يرحمه دخل في الامبيسكاد وجا عندنا خارج شويه وبدا ينوض هذاك بلا صيف في الليل وهذاك ينوض في النهار يعني هاي ناطسه وما كانش العسكر وهذاك هو حكم بلاصه وكذا يدير الشهر كي حكم البلاصه هذيك كي دخل سلسل العربي دخل في الامبيسكاد وما ضربوش وما يستناو فيه يجي وراه الكاو ما لا هو صانت 110 عساكر كان داير لهم بسكات ولا كان يحكموه باليد وتطروا هكذا صغير ماشي كبير هكذا كان يدير شر يدير يرمس يحكم بلايص ولا يدير لي سور بريز هذوك هذا ابو فاطي ربي يرحمه كان مسؤول الكتيبه احنا في مركيون كنا في مركيون سمحنا نحيو في حال نسكتوا في حال البومبا دي البيبات دي سادي دي باتات بومباردي نحيو فيها با نديرو البارود للمينا ولي سورسكي هادوك لا لا سور بريجا مالا بالعربية مركز سور بريز هاي تا 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 صبح شاد فيها سيبو زيد ربي يرحمو وحنا كي هبطو من سملينا منه ولا طيخو المينا هاديك في الكوع حسين بكري في الثوره كانوا يجيو القياده من المكلب يجيو من بزنا يجيو من الجزائر يجيو من عنابه جا احكي لنا اللي جاو لهي احكي لنا اللي تعرف اللي جاو لهي جا ميروش وحكمت عليه هنا في سمينا المنطقه من حسن سمينا المنطقه اللي جاو ليها كيف اسمها كيف تتلاقاو معاه هي ما تقولش حنا نحرصوا حنا لازم ما يموت حنا ما يموتش واحد هنا المسؤولين وما ماتش واحد جا ميروش حكمت عليه 15 يوم مرة 19 كانوا المسؤولين سنة حكمت عليه 16 عام هنا في ملي خطاب ولاد يحيى وجا في ولاد يحيى ملية لا ولاد يحيى تبع الكسم الاول ايه ولاد يحيى 15 يوم هو 15 يوم مرات يزال حكمت عليه وكذاك والله ما صار له شيء وراح يا اخي ما استشهدش زيد يجي كما المسؤولين ديال الولايه ديالنا يا اخي علي كافي كان هنا بن طوبال كان هنا وروح كما علي زغدود استشهد في ميلا استشهد في ميلا ماشي هنا استشهد في بين 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 سطيف وجيجل ما استشهدش هنا هي صحيح صحيح ماشي ماشي عندنا هنا ما كاينش حنا مسؤول كبير ديال السجدة هنا كاين دراجي بابوري هذاك في الضربة نتاع 20 ماي 20 ماي 58
باعوا الولايه. الولايه كانت سوايل بني فتح سوايل سازا، مالا قال لك هنا هما كي بدات بدات من ساش، ساش هذا من ورا المحركه، من ثم بداو يضربوا، كان السوق وماشي بيك وعلى بالك بلي فانسيس هذه بدات تطلق من ثم. وروحت سيد الدراج طلع من الواد وحكم بابوري هذا، قلنا لما نعرفوا انك ما دايهم سول كيسم بابوري هو من ناحيه السكيده تسمى ايه بابوري ايه وطلع لك ولا طلع قدا على الجدور وكسم الشات الضربه هذيك نتاع الفمل بس كضروا لما داروا لوش بالطياره يضربوا طياره بالطياره جات الهجوم بالطياره ما كان من الولايه مجد البيعة حبوا بالبيعة حبوا يعني يتضربوا على ما كان ما كانش الاثر تاع الولايه لكن ضربوا السبيطار ما كانش ولا ما عمر حنا هنا ما كانش حل مسؤول مات كبير هنا في جديد ما كانش صحيت جديد وش مرجع لاهي ما لا هو استشهد هو في الخطره الاولى ها جا مع زغدود جا مع زغدود استشهد في ميلا ايه خلينا زغدود جا مع سمعت هو زغدود جا جات محسن عندك حد ذكرى عندك حد ذكرى في التوره ما تنساهاش؟ انا ولا ما نساش اها حبسني اسمح لي عندك حد ذكرى في التوره صرات لك في التوره وقعد ديما تفكرها ديما تفكرها احكيها لنا شي حاجه والله يا راجل هذا ولا بالكلمه ولا ما يتنساو ولا الضربه هذه شنو خطرات هي حسن لابسه ديالي بحال لا ولا ولا يعني الضربه دي هذا تنسى تسمى هذه يعني كبيره فيها يعني باه تخلي واحد هالشاكيك معك كان ديما في الضره يعني معك وتخليه هنا وتروح اخي والله ما تنسى ما تنسى بزاف بزاف حوايج ولا كان حوايج بزاف ماشي ربي يستر حسين بارك الله ها وليتوا ليه ولينا او كيولي كنت كمل كاينه ما لقيناش 11 ليله بليسي وليت ديت انا هذاك وصلت لبلاد مسعوده وما جيت زادو تاع الجروب وجينا في 11 ليله حنا متخيرطو هنا وضد الماضي مي حسين هنا في البلاصه مي حسين رساله توجهها للجيل دي جيد لوكا الشباب في حب الوطن في المسؤوليه في الاخر اسمع أنا نشوفك أمي حسين الله يبارك عليك فصيح وتعرف تهضر. أو ماشي الفصيح والله هو حب الوطن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لك حب الوطن من الإيمان. الإنسان دي عنده إيمان قوي هو يحب وطنه ودي عنده إيمان ضعيف والله والله والو ما سمعته الشباب دروك والله غير صحيح. واش من رسالة سجل أمي حسين؟ واش من رسالة سجل لهم؟ واش من رسالة من الرسالة؟ يحافظوا على الأمانة. سمعت الجزائر ولا غير غالية وما جاش هكذاك والله ما سوى عليها رجال اللي سمعت ما سوى عليها رجال ورجال سمعت هاو باش نقول لك واش لكن يا ليل اسف ما نساش يا سلام ولاد عسكر عمي حسين واش تشفى عليه سمين؟ واش تشفى سمين؟ فين؟ ولاد عسكر شنو المجاهدين دي سمي لك دروك انا من ولاد عسكر ويجي من ومن جيمار ويجي وكان معنا عاشور بوكرما المدو عمر عاشور بوكرما تاع جيمار تاع جيمار كاين صالح جبروني الشاهد كاين ويجي له سيدي عبد العزيز اللي في بويرين كما عمي حسين حبينا نعرفوا حنا ولاد عسكر يا اخي تما كان المنطقه الخامسه يا اخي تما كانت يا اخي كيف تما كانت المقر تاعكم تما في العسكر يا اخي كانت الولايه الولايه تما يا اخي تما كانت تما يا اخي تما عمي حسين كيف تروح لتما كيف تروح كيف ما هو تمشي تمشي في الليل في الليل تمشي غادي عمي حسين صعيبه الطريق كانوا يشتوا مشي ما نقول لك خصنا نقول لك قدروا صعيبه انت تمشي على ديكو احنا مشينا على هذاك تكادوا بهادو بهادو تمشي بهادو بهادو تتكادوا والله العظيم غير تمشي او تولي تعرف عليه. واش تركب حسين حنا نتلاقوا سميتك؟ روحنا في الزويته. ها ربي راسك. ها؟ كيف في الزويته يا فلان؟ عشك انا ماشي في الزويته. نطلعوا لفوق نطلعوا للروشي. للروشي. ها؟ نروحوا. شوفوا يصعيبوا.